هالو ليبي لويت، بالكومنت سو ماين يوتيوب كانال. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا فيكم بالدرس 37 من كورس المحادثة باللغة الألمانية. بهذا الكورس رح نركز على تركيب الجمل من الأسهل للأصعب من غير ما نغوص بالقواعد وكل هيدي الأمور. وهلا ما رح طول عليكم أكثر. Also wir fangen sofort an. وهلا رح نبدأ. أنا استيقظت بالماضي منقول Ich bin aufgestanden. رددوا معي Ich bin aufgestanden. 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 بصوت أعلى Ich bin aufgestanden. كيف منقول باللغة الألمانية هو استيقظ؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، منقول ist aufgestanden. رددوا معي ist aufgestanden. بصوت أعلى ist aufgestanden. في الساعة السابعة باللغة الألمانية منقول sieben Uhr. رددوا معي sieben Uhr. أنا هون عم أقول sieben، يعني آخر شي عم أقول مثل M sieben، ما عم أقول sieben، عم أقول sieben. أوكي؟ مثل آخر شي منقول مثل M sieben. طبعاً نحن بنعرف إنه نحن بنستعملها دائماً مع الساعة، لهذا السبب عم منقول هون رددوا معي بصوت أعلى sieben Uhr. في الساعة السابعة. كيف منقول باللغة الألمانية أنا استيقظت في الساعة السابعة؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، منقول Ich bin sieben Uhr aufgestanden. رددوا معي Ich bin sieben Uhr aufgestanden. بصوت أعلى Ich bin sieben Uhr aufgestanden. تتذكروا كيف منقول امبارح باللغة الألمانية؟ ممتاز، منقول gestern. رددوا معي gestern gestern gestern. طيب كيف منقول باللغة الألمانية امبارح استيقظت الساعة سبعة؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، منقول Ich bin gestern sieben Uhr aufgestanden. رددوا معي Ich bin gestern sieben Uhr aufgestanden. كلمة أولاً باللغة الألمانية zuerst. رددوا معي zuerst zuerst. بصوت أعلى zuerst. عبارة شربت شاي باللغة الألمانية منقول Ich habe einen Tee getrunken. رددوا معي Ich habe einen Tee getrunken. بصوت أعلى Ich habe einen Tee getrunken. طبعاً نحن بنعرف إنه فعل trinken دائماً بيجي مع حالة الأكوزاتيف، لهذا السبب قلنا einen Tee. أوكي، هيدي ملاحظة كتير مهمة. فهيدي معناها إنه أنا شربت شاي. كيف منقول باللغة الألمانية أولاً شربت شاي؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، منقول zuerst habe ich einen Tee getrunken. رددوا معي zuerst habe ich
einen Tee getrunken. Rددوا معي بصوت أعلى. Zuerst habe ich einen Tee getrunken. Auf ihn ein Uhl. Ich habe zuerst einen Tee getrunken. طبعا الاثنين صح، ولكن انا بنصحكم دائما حطوا الظرف بالمرتبة الاولى، يعني اول شيء بنقول zuerst، بعدين بنحط الفعل، بعدين الفاعل. اوكي، بهذه الطريقة افضل. رددوا معي. Ich habe zuerst einen Tee getrunken. كلمة كعكة باللغة الألمانية einen Kuchen. رددوا معي. Einen Kuchen. بصوت أعلى. Einen Kuchen. 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 Einen Kuchen. أنا أكلت باللغة الألمانية بنقول Ich habe gegessen. رددوا معي. Ich habe gegessen. بصوت أعلى. Ich habe gegessen. كيف منقول باللغة الألمانية أنا أكلت كعكة؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، منقول Ich habe einen Kuchen gegessen. رددوا معي. Ich habe einen Kuchen gegessen. رددوا معي كأنه أنا قدامكم بالصف بصوت أعلى. Ich habe einen Kuchen gegessen. Ich habe einen Kuchen gegessen. هلأ رح نركب جملة شوي صعبة مع بعض. كيف منقول باللغة الألمانية أولا شربت شاي وأكلت كعكة؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، منقول Zuerst habe ich einen Tee getrunken und einen Kuchen gegessen. رددوا معي. Zuerst habe ich einen Tee getrunken und einen Kuchen gegessen. بصوت أعلى. Zuerst habe ich einen Tee getrunken und einen Kuchen gegessen. ممتاز. كلمة اجتماع عبر الإنترنت باللغة الألمانية ein online meeting. رددوا معي. Ein online meeting. Ein online meeting. Ein online meeting. تتذكروا كيف منقول باللغة الألمانية كان لدي؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Ich hatte. رددوا معي. Ich hatte. Ich hatte. يعني كان لدي بالماضي. مع مديري باللغة الألمانية mit meinem Chef. رددوا معي. Mit meinem Chef. طبعا mit بتعمل حالة الداتيف، لهذا السبب قلنا meinem. اوكي، رددوا معي بصوت أعلى. Mit meinem Chef. في الساعة التاسعة باللغة الألمانية منقول neun Uhr. رددوا معي. neun Uhr. neun Uhr. طيب كيف منقول باللغة الألمانية في الساعة التاسعة كان لدي اجتماع عبر الإنترنت مع مديري؟ حاولوا جاوبوا.
ممتاز. بنقول neun, Uhr, hatte ich ein Online-Meeting mit meinem Chef. رددوا معي. neun, Uhr, hatte ich ein Online-Meeting mit meinem Chef. بعد مرة ولكن بصوت مسموع. neun, Uhr, hatte ich ein Online-Meeting mit meinem Chef. ممتاز. كلمة الاجتماع باللغة الألمانية das Meeting. رددوا معي. das Meeting. das Meeting. كلمة طويل باللغة الألمانية lang. رددوا معي. lang. lang. طبعا نحن ما عم نقول lang، عم نقول lang. بتحسوا هيك اخر شيء يعني بنلفظها شوي صغير، يعني ما بنقول lang، بنقول lang. يا طبعا فيكم تقولوا lang اذا عم تحسوها صعبه، ولكن من الافضل انه نقول lang. كيف بنقول باللغة الألمانية لم يكن الاجتماع طويلا؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. بنقول das Meeting war nicht lang. رددوا معي. das Meeting war nicht lang. طبعا و تجي بمعنى انه كان بالماضي. رددوا معي بصوت اعلى. das Meeting war nicht lang. طيب هلا اخر شيء رح يكون معنا، رح نركب جمله طويله مع بعض. طبعا اصلا هو هدف كورس المحادثه انه نبدا من الاسهل للاصعب، فهلا رح نركب جمله شوي طويله مع بعض. كيف منقول باللغة الألمانية في الساعة التاسعة كان لدي اجتماع عبر الإنترنت مع مديري؟ الاجتماع لم يكن طويل. حاولوا جاوبوا. وطبعا إذا حابين أنه توقفوا الفيديو وتجاوبوا على راحتكم فيكن تعملوا هيدا الشيء. ممتاز. منقول neun Uhr hatte ich ein Online-Meeting mit meinem Chef. Das Meeting war nicht lang. رددوا معي. neun Uhr hatte ich ein Online meeting mit meinem Chef. Das Meeting war nicht lang. بصوت أعلى. neun Uhr hatte ich ein Online meeting mit meinem Chef. Das Meeting war nicht lang. ممتاز. وهلا صار وقت السؤال اللي انتو لازم تجاوبوا عليه بتعليقات درسنا لليوم. وسؤال اليوم عنا كيف بنقول باللغة الألمانية في الساعة العاشرة كان لدي اجتماع عبر الانترنت مع مديري، الاجتماع لم يكن طويل. طبعا انتو اكتبوا لي الاجابة الصحيحة بالتعليقات وانا رح شوف كلكم شو عم تكتبوا. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم. طبعا انا ما نسيت الاختبار، ان شاء الله الدرس الجاي رح يكون عبارة فقط عن اختبار من الدرس 31 لهيدا الدرس، يعني لدرس 37.
فأنا بتمنى أنه تدرسوهن كتير منيح وترجعوهم بشكل ممتاز، لأنه إن شاء الله بالدرس الجاي رح يكون فقط اختبار، فادرسوهن منيح كرمال تاخدوا العلامة الكاملة، وإن شاء الله بشوفكم بالدرس الجاي. انتبهوا على حالكم، وأكيد ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء بنزله، وإن شاء الله بشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.